أبدأ معاك بخطوة كده شفناها أو عدوان شفناه في بداية الحرب على الشمال السوري من قبل تركيا. استهدفوا سجون تابعة لقوات سوريا الديمقراطية فيها عناصر كتيرة جدا من تنظيم داعش. هعتبر نفسي طيبة وساذجة وأقول لحضرتك هما ما كانوش يقصدوا، وهعتبر نفسي برضو بقوم بدور الواعي اللي هو قد يعني يشوفوا البعض بأنه دور شرير وفي مؤامرة، لأنهم ما كانوش يقصدوا تماما، يعني بيقصدوا بشكل كبير جدا أن هم يقصفوا السجون دي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية عشان يحققوا أطماعهم والمؤامرة تكتمل بشكل كبير في المشهد السوري. ما بين الطيب والشرير، يعني حضرتك شايف إيه؟ الحقيقة أنا أتصور أنه طبعا خليني أقول أو أشير الأول أنه السجون يعني اللي كانت بتحوي حوالي 15% من أفراد داعش المحتجزين تعرضت بالفعل للقصف من المدفعية التركية. أنا أتصور تقدير الخاص أنه هذا القصف لم يكن من قبيل الخطأ، وانه مش اعتباطي، كان متعمدا، لانه اذا استندت للتقارير اللي كانت بتتكلم انه والله في خطوط حمراء رسمت للجانب التركي قبل تنفيذ حملته، انه مسؤوليته عن افراد داعش في السجون، مسؤوليته الا ترتكب انتهاكات كبرى بشان المدنيين، أو الحديث عن ضمان عدم حدوث عمليات تطهير عرقي في المنطقة. يعني إذا استندت إلى هذا الكلام أنا أتصور أنه ده معناه أنه إحداثيات هذه المناطق أعطيت سلفا للقوات التركية التي قامت بالعمليات العسكرية، وبالتالي تعرضها للقصف أنا أتصور أنه كان عمدا. وتقديري ان دوافع الجانب التركي لذلك كان يتمثل في محاولة اشغال قوات سوريا الديمقراطية، بمعنى معلوم على طوال السنوات الماضية العدو اللدود لداعش الذي هزمه هي قوات سوريا الديمقراطية، وقد دفعت هذه القوات ثمنا فادحا 11,000 من ابنائها. وبالتالي تعرض السجون للقصف ومن ثم هرب هؤلاء يزيد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية، يضعهم أمام خطر محق، خطر من الأمام يتمثل في القوات التركية والميليشيات التي تدور في فلكهم وداعش وأفراد داعش من الخلف. وبالتالي يصبح هنا الخطر خطر مزدوج على قوات سوريا الديمقراطية، ولأنه التقديرات حتى الجيش التركي منذ بداية الحملة أنه تقديراتهم انهم سوف يتعرضون لمقاومه عنيفه من قوات سوريا الديمقراطيه. وبالتالي استهداف هذه السجون انا اتصور انه لم يكن من قبيل الخطا، وانما كان متعمدا يستهدف في حده الادنى زياده الضغوط على قوات سوريا الديمقراطيه. هذه واحده. الامر الاخر، احنا من غير مبالغه ومن غير حتى اي انحيازات ايديولوجيه الحقيقه، يعني أنا خليني حتى يعني أشير إلى أحد التقارير المهمة التي تم نشرها قبل الحملة بيوم واحد، يوم 8 أكتوبر الماضي، من قبل المركز الدولي لدراسات التطرف العنيف، وهو أحد المراكز الأمريكية الشهيرة واللي هي بتعمل أساساً بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية ومع مكتب السفير جيمس جيفري اللي هو المبعوث الدولي الخاص بالتحالف الدولي ضد داعش. خبراء هذا المركز بثوا تقريرا قبل الحملة التركية بيوم واحد، التقوا بحوالي 200 عنصر من عناصر داعش رهن الاحتجاز، التقوا ببعض عناصر داعش اللي هم حسب مقولات خبراء هذا المركز تابوا. كل شهادات هذه العناصر أكدت على انخراط تركيا أو تواطؤ تركيا مع تنظيم داعش في فترة ممتدة من تاريخ الصراع في سوريا. الشواهد كلها الحقيقة على مدار السنوات الماضية
تفيد يعني بأنه الاستخبارات التركية ونظام أردوغان لهم علاقات سهلت بالتنظيم، سهلت دخول العناصر له، سهلت سبل تمويلهم بالأموال. ما نراه حتى في الحملة الراهنة على قوات سوريا الديمقراطية أن الجيش التركي ضمن الفرق التي تدخل معه من المرتزقة وبعض التنظيمات المتطرفة التي جرى نقلها من غرب الفرات إلى شرق الفرات، يعني أنا أشير مثلا لفرقة أحرار الشرقية أو جيش الشرقية، دي عناصر سبق أن قاتلت في فترة سابقة في صفوف جبهة النصرة أصلا. الشريك مع تركيا في السيطرة على المعبر الحدودي بين إدلب وبين تركيا، معبر باب الهوى، هي جبهة النصرة. الصراع الذي حدث في أوائل العام 2018 بين جبهة النصرة وبعض أطراف المعارضة السورية وقف فيها فيلق الشام، وهي تشكيلات الإخوان المسلمين السورية التي تقف إلى جوار أردوغان، وقف فيها فيلق الشام في موقف الحياد، لم ينضم فيها إلى الفصائل المعتدلة ضد تنظيم ضد جبهة النصرة في إدلب. وبالتالي الحديث عن انخراط نظام أردوغان والدولة التركية تحت مرجعية نظام أردوغان، انخراطها مع التنظيمات الإرهابية، أتصور أن دي مسألة يعني طيب تتوافر بشأنها أكيد الكثير من الأدلة، دون الحقيقة أي مبالغات أو انحيازات أيديولوجية هنا أو هناك أو أي توظيف لأي مواقف سياسية. يعني أنا أتحدث هنا بلغة الباحث.